أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز إدخال الدش والتلفاز إلى البيت لمشاهدة القنوات الإسلامية التي ليس فيها صور نساء ولا موسيقى؟ والله أنا ما أشتغل بالفضائيات والدشوش، ولكن السلامة لا شك لا يعدلها شيء، والبيت ما هو مقصورا عليك أنت تحفظ، البيت فيه نساء وفيه أطفال وفيه زوار وفيه، وتكون أنت السبب فيه. وأكثر النساء والأطفال ما يبون القنوات الدينية، يبون اللعب ويبون التمثيليات ويبون الموسيقى ويبون الأشياء التي لا تريدها أنت. نعم، فأنت فتحت لهم المجال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.